رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. بكم اليوم أعزائي المستمعين لأقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأدبي دنيا الأدب، حيث سنتكلم اليوم عن العصر العباسي وبعض المظاهر البارزة في هذا العصر. نتمنى لكم أوقاتا طيبة. قبل أن نبدأ بالعصر العباسي سوف نعود قليلا إلى العصر الأموي لنتعرف على بعض العلامات البارزة فيه.
فقد عرف العصر الأموي كثيرا من الثورات السياسية التي كانت تهدف إلى انتزاع الحكم من بني أمية، ولكن هؤلاء تصدوا لها وخنقوها وتمكنوا من القضاء نهائيا عليها. وعلى الرغم من الازدهار الذي عرفته الدولة الأموية في بعض عهودها، فإن الضعف بدأ يتسرب إليها منذ مطلع القرن الثاني للهجرة. وفي أيام مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بلغ هذا الضعف ذروته، واغتنم الطالبيون الفرصة وتعاونوا مع العباسيين للقضاء على الدولة الأموية. العباسيون هم جماعة من الهاشميين ينتسبون إلى العباس عم الرسول الكريم وإلى عم الإمام علي بن أبي طالب، وكانوا يهادنون الأمويين، لكنهم انقلبوا ضدهم في أواخر العهد الأموي وقادوا الثورة التي أدت إلى زوال الحكم من أيدي بني أمية. وقد تيسر لهذه الحركة رجل عباسي ذكي دموي قوي الشخصية عرف في التاريخ باسم أبي العباس السفاح، فتزعم الثورة وبث دعاته في أنحاء البلاد. وكان من أقوى المؤيدين له رجل فارسي هو أبو مسلم الخرساني الذي أنجده 15,000 من الفرس الناقمين على الحكم الأموي، فراحت المدن تتساقط في أيدي العباسيين واحدة تلو الأخرى إلى أن تم لهم النصر بعد معركة الزاب. وكان للفرس وتنظيمهم فضل كبير في إحراز هذا الانتصار، ونتيجة لذلك استولى الفرس على عدد كبير من مرافق الدولة ومراكزها العليا، فترتب على ذلك نتائج خطيرة في سياسة الدولة العباسية وفي تكوين المجتمع العباسي وفي مجرى التاريخ العربي بصورة عامة. ثم تم القضاء على الأمويين، فأعلن أبو العباس نفسه خليفة وأبعد الطالبيين ليبدأ عهدا جديدا وهو عهد الدولة العباسية الذي استمر 5 قرون ونيف من 132 إلى 656 للهجرة، أي من عام 750 إلى 1258 للميلاد. يمكن تقسيم العصر العباسي إلى 4 أقسام تبعاً للأحداث السياسية والنفوذ الأجنبي المسيطر وما حمله معه من خصائص وطوابع مختلفة. وبالرغم من تباعد السياسة وتقلباتها، إلا أن الأدب لم يتأثر تأثراً عميقاً بهذه الظواهر. والآن تعالوا معي أعزائي لنتعرف على أقسام العصر العباسي. أولاً العصر العباسي الأول ابتدأ من عام 132 إلى 232 للهجرة، وهو عصر القوة والزهو واستقلال العباسيين بالحكم مع بروز النفوذ الفارسي. تتابع فيه على الحكم 7 من الخلفاء أشهرهم المنصور والرشيد والمأمون، وجرت فيه حروب ضد البيزنطيين، وقد كان المجتمع فيه مسرحاً للصراع العنصري والتفاعل الاجتماعي والحضاري والفكري. فعلى الصعيد الفكري عرف هذا العصر تفاعلاً لغوياً وثقافياً واسع المدى، تمزجت فيه الثقافات وازدهرت حركة الترجمة، وعني الخلفاء والوزراء بالعلوم والأداب، وأنشأ المأمون دار الحكمة، فكانت القناة التي حملت علوم الفرس واليونان والهنود إلى بغداد والخلافة العربية. أما الحياة الأدبية فقد استمرت في الازدهار شعراً ونثراً، فمن شعراء هذا العصر بشار بن برد وأبو العتاهية وأبو تمام، ومن كتابه ابن المقفع والجاحظ، ومن الرواة أبو عبيدة والأصمعي، ومن اللغويين الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه. العصر العباسي الثاني ابتدأ من عام 232 إلى 334 للهجرة، غلب عليه نفوذ الأتراك الذين استقدمهم المعتصم بن الرشيد
ليدفع بهم نفوذ الفرس. فسيطر العبيد والغلمان والنساء وأصبحوا يتصرفون بمقدرات الدولة وموظفيها وحكامها، مما جعل الرشوة تنتشر بين المتنفذين للوصول إلى المناصب الكبرى. وفي تصوير هذه الحالة يقول الشاعر: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما لقنه كما يقول الببغاء. لكن الحياة العقلية شهدت تطورا وازدهارا، لأن الحركات الثقافية التي عرفها العصر العباسي الأول أخذت تؤتي ثمارها في هذا العصر، سواء ذلك في العلوم الرياضية والكيميائية والفلكية والطبية، بالإضافة إلى الأدب والفلسفة. فتكونت للعرب حضارة ومكانة أصبحت معهما بغداد عاصمة فكرية عالمية، ومنطلقا لنقل الثقافة إلى غرب آسيا وشرق البلاد الأوروبية. ومن أبرز أدبائه البحتري وابن الرومي في الشعر والجاحظ في النثر. العصر العباسي الثالث امتد من 334 للهجرة إلى 447 للهجرة. غلب عليه النفوذ البويهي، وهو يتميز بتدهور سياسي واجتماعي واقتصادي، وبقيام دويلات كثيرة تتطاحن فيما بينها، منها الدولة البويهية في فارس وعاصمتها شيراز، والحمدانية في الموصل وشمال سوريا وعاصمتهما حلب، الأخشيدية في مصر وعاصمتها الفسطاط، والفاطمية في مصر وعاصمتها القاهرة. ومن أبرز أدباء هذا العصر المتنبي وأبو فراس الحمداني والشريف الرضي وأبو العلاء المعري، ومن الشعراء ابن العميد وأبو فرج الأصبهاني والقاضي الجرجاني، ومن الكتاب ابن سينا. أما العصر العباسي الرابع وهو امتد من 447 إلى 665 للهجرة، فلم يبقى للخليفة من نفوذ في أخريات هذا العصر إلا السيطرة الإسمية على بغداد وما حولها، وخضع فيه الخلفاء لنفوذ السلاجقة، وهم من التركمان الذين سيطروا على إيران وآسيا الصغرى وقبضوا على زمام الحكم في العصر العباسي الرابع، وأبلوا بلاء حسنا في الحروب الصليبية. منهم نشأت دولة بني عثمان في تركيا. وأثناء هذا العصر قامت دولة الأيوبيين في مصر وسوريا. وقد انتهى العصر الرابع بسقوط الخلافة العباسية بأيدي المغول الذين هم سكان منغوليا، اجتاحوا آسيا، ومن أشهر ملوكهم جنكيز خان وتيمور لنك وهولاكو، دامت دولتهم ما يقارب 6 قرون. تميز المجتمع العباسي بالترف والغنى الذي افتتن به رجال السلطة والأغنياء، ومن مظاهره القصور التي كانت تشيد بالمرمر وتؤثث بالرياش الفاخر ووفرة الأواني من الذهب والفضة وكثرة الجواري وشيوع عادة اقتناء الغلمان وغيرها. أما الفقر والحرمان فقد انتشرا في أوساط العامة انتشارا، حدا بالشاعر أبا العتاهية إلى مخاطبة هارون الرشيد بقصيدة يمثل شقاء الناس فيها، فقال: من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية؟ إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى الأرامل واليتامى في البيوت الخالية، من للبطون الجائعات وللجسوم العارية. أما من ناحية أخرى فقد أفاد العرب من النظم الاقتصادية التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة واقتبسوها، كأنظمة الري وإنشاء طرق المواصلات، وطبقوها في المجالات المختلفة كشق الأقنية والمجاري واستصلاح الأراضي واستخراج المعادن وتصنيعها، والتفنن بصناعة النسيج وزخرفته بخيوط الذهب والفضة، والاهتمام بصناعة الزجاج والعطور والطيوب. وكانت الإسكندرية وبغداد والبصرة وعدن من أهم المراكز التجارية في ذلك العصر. في هذا العصر أتيح للعرب فتح المجال بينهم وبين معارف الأمم الأخرى، فتعددت بذلك تيارات الثقافة وتنوعت. أعزائي
المستمعين، قدمنا لكم اليوم في برنامج دنيا الأدب نظرة عامة عن العصر العباسي وأهم المعالم التي ميزته. حتى اللقاء القادم، لكم من رغدة سليم كل الود والمحبة. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. أيها الأحباء، كم أنا سعيد أن نكون مع بعضنا لكي نتابع في هذه السلسلة علامات الساعة، وموضوعنا هو عن أيوب. لقد سمعنا عن صبر أيوب وتجارب أيوب، وأود أن أقرأ بعض الآيات من رسالة يعقوب الرسول الأصحاح الثالث والأعداد 2-6. تقول: لأننا في أشياء كثيرة نعطر جميعنا، إن كان أحد لا يعطر في الكلام فذاك رجل كامل
قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجمة في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة، تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله. نعم أيها الأعزاء، هنا يعقوب الرسول يقول لنا بأن اللسان عضو صغير في الجسم لكنه يدنس الإنسان كله. والآن مع بعضنا سندرس عن أيوب وتجاربه، فنأتي إلى أيوب الأصحاح الأول من، وهنا نجد ما يذكره في العدد السادس. أقرأ ما يلي، أيوب الأصحاح الأول والعدد السادس. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. هنا كان اجتماع في السماء، الله مع بنيه، والذي حضر فيما بينهم هو إبليس الشيطان. نشكر الله بأنه عندما صلب المسيح لا يقدر الشيطان فيما بعد أن يذهب إلى السماء، وسيوضع حد له عندما يأتي المسيح ثانية فينتهي الشر ومبتدئ الشر الشيطان. إنما في ذلك الاجتماع حضر الشيطان في وسطهم، فسأله الله: من أين أتيت؟ قال: من الجولان في الأرض. عندما خلق الله أبوين الأولين ووضعهم في الجنة سلطهم على كل شيء، لكن عندما وقعا في الخطية المهيمن والمسيطر سيد الكون الآن هو الشيطان الذي يجول متبجحا. وحضر في ذلك الاجتماع وسألوا الله: من أين أتيت؟ فأجاب: من الجولان في الأرض. ثم سأله الله سؤال آخر: هل شاهدت عبد أيوب؟ أيوب إنسان صالح مستقيم، يتقيني، يحيد عن الشر، يعمل كل واجبات المقدسة. لاحظوا ماذا قال الشيطان الذي يشتكي عليكم وعلي، وجد إن لكي يقولها عن أيوب. فهنا يقول: فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ بلاش عم يعمل أيوب هالشي، هل مجانا يتقي الله؟ أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ أنت وضع سياج حوله، ولهذا السبب هو يتقيك. ثم قال: باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. ثم تابع الشيطان قوله بينما كان يشتكي على أيوب: ولكن بسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك.
قال إذا بس فرقت شوي، إذا جلبت علي بعض المشاكل، إذا أتت علي التجارب، إذا أصابته ويلات في ممتلكاته، أنا ذاك يضج ويتركك. فليس لشيء بسيط ويعبدك، لكنك لأنك سيجت عليه. وعندما قال الشيطان هذه التهمة عن أيوب، لاحظوا ماذا قال له الله. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. أيها الأعزاء، أود أن نلاحظ شيئا من هذه الآيات. مرات كثيرة ومرارا عديدة عندما تصيبنا مصيبة، عندما نطرد من العمل، عندما يمرض أحد أولادنا، عندما إنسان يعمل حادثة في سيارة أو أي شيء يصيبنا، نقول هذه من الله. أيها الأعزاء، أريد أن ننتبه، الله لا يجلب إلا الخير. الله يسمح بأن نصاب في بعض التجارب وبعض المشاكل، هو لا يجلبه علينا. الذي يجلب هذه الويلات وهذه المصائب هو الشيطان. الله يضع حدود، كم يقدر الشيطان أن يتمادى. وسنتابع مع بعضنا بعد فصل قليل، سنعود إلى موضوعنا أيها الأعزاء. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت www.al-waad.tv www.al-waad.tv. صوت الوعد. وإسمك ومجدك بحلى الكلام.
مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. نعود أيها الأعزاء إلى موضوعنا عن أيوب وتجاربه. عندما قال له هذه الكلمات، قال له الله هذه الكلمات، فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. الله سمح له بأن يجلب الويلات على ممتلكاته. وضع له الله حدود كم يقدر أن يتمادى مع أيوب. لاحظوا ماذا يقول الكتاب عما حدث بعد ذلك، وكأننا عم نسمع الأخبار حادثة بعد الأخرى التي أصابت أيوب. يقولنا الكتاب: وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونوجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال:
نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون أتوا مع فريق وهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. لاحظوا حادثة بعض الأخرى، مصيبة بعض الأخرى أصابت ممتلكات أيوب وأولاده، أخبار مزعجة ومقلقة. ثم لاحظوا ماذا جرى بعد ذلك في الأصحاح الثاني من سفر أيوب. نقرأ هنا: وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمتلوا أمام الرب. مرة تانية أولاد الله بنو الله أتوا ليمتلوا أمام الله، ومن حضر فيما بينهم؟ يقول لنا الكتاب: وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمتل أمام الرب. إجا بيناتهم الشيطان، فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض. أنا كنت عم بتجول في الأرض، لأنه كان سيد الأرض هو، ويعمل مشاكل ويجلب ويلات وتجارب، فأتيت من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ ثم لاحظوا هذه الشهادة الحلوة التي يقولها الرب عن أيوب: لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، والآن إلى الآن هو متمسك بكماله، وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. الله أعطى هذه الشهادة الجميلة الحلوة عن أيوب بأنه كان يعيش حياة ورع، حياة تقوى، حياة استقامة. ثم الشيطان أيضا يبدأ يتكلم ضد أيوب، ينتقد الله، فيقول الشيطان هذه الكلمات: فأجاب الشيطان الرب وقال: جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن أبسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك. كما نقول الإنسان عندما بيخسر مال وبيخسر أراضي، الإنسان هو اللي بيعملها بيقدر يعوض عنها، وهكذا نفس الشيء قال الشيطان، قال جلد بجلد هذه الأشياء يلي خسرها أيوب بيقدر يستعيدها، لكن مس جسمه، مس جسده، اسمح أن تأتي عليه بعض الأوجاع والأمراض، أنا ذاك سيتركك وسيشتمك وسيلعنك وسيعمل كل ما هنالك ضدك. الله أجاب الشيطان وقال: فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه. سمح مرة أخرى أيها الأعزاء الله للشيطان كي يجرب أيوب، يجلب عليه بعض الأمراض، لكن قال: لا تميته، احفظ نفسه. فذهب الشيطان، ولاحظوا ماذا فعل: فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. أمراض أصابت أيوب، فابتدى أيوب يتعذب، فأخذ لنفسه قماش لكي يحتك به وهو جالس في وسط الرماد. وقالت له امرأته عندما رأته يتعذب ويتألم ويتوجع من هذا المرض، من هذه القروع: بارك الرب وموت، لماذا تعيش وأنت في هذه المصيبة الكبيرة؟ وفي تلك الآونة أيها الأعزاء سمع أصحابه
أصدقائه في المنطقة سمعوا عن أيوب وما أصابته من ويلات، سمعوا عن المرض الذي ألم به، فأتوا اتفقوا ثلاث أصدقاء اتفقوا أن يأتوا سويه مع بعضهم لكي يعزوا أيوب. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر أو بكل ما أصابه الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه، وهذه أسماءهم: أليفاز التيماني، وبلدد الشوحي، وصوفر النعماني. وتواعدوا الثلاثة أن يأتوا لكي يعزوا أيوب. ومن بعيد عندما اقتربوا من بيته ابتدوا يبكوا، لكن شيء آخر عملوه كأنهم دارسين علم نفس. وصلوا ما حكوا ولا كلمة، إنما جلسوا. أيها الأعزاء، يا ريت انتهت قصة الأصدقاء بهالوضع. سنتابع بعد فصل قليل هذا الموضوع عن أيوب وتجاربه. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت www.al-wad.tv www.al-waad.tv. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. أيها الأعزاء، نتابع موضوعنا عن أيوب والتجارب التي ألمت به عندما أتى أصدقائه الثلاثة لمدة أسبوع. جلسوا بالقرب منه ولم يتكلم منهم أي كلمة. حبذا لو أنهم تركوا في ذلك الوقت، لكن سنلاحظ مع بعضنا ما قد جرى بعد ذلك. في أيوب الأصحاح الثالث، أيوب ابتدى يتكلم من بعد أن قضوا أسبوع صامتين لم يتكلم منهم أي كلمة، إذ بأيوب يقول: بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه. وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت به. كان عم بيعزي حاله لأنه كان نتمصيبة كبيرة عليه القروح التي كان يتعذب ويتألم منها. ونتيجة لحديثه ابتدأ الأصدقاء يتكلموا. هذا الإنسان أيوب التقي الذي كان يعيش حياة الاستقامة، التي أصابته هذه المصائب الكبيرة، ابتدأوا أصدقائه كأنهم يعزونه، ولكن كأنهم عم بحطوا زيت زيادة على الألم. في الأصحاح الرابع يقول: فأجاب أليفاز التيماني وقال: إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ وابتدأ أليفاز كأنه عم بيقول له: الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. أنت عم تتعذب، أنت أصابتك هذه المصائب لأنك أنت شرير، لأنه كانوا يعتقدوا الإنسان يلي بيعيش في بحبوحة وبخير وببركات لأنه عنده نعم الرب، لكن إذا إنسان خسر وأصابته أمراض، هذه لأنه مبتعد عن الرب عم بيعيش حياة الشر. فقال له، أجاب أليفاز وقال لأيوب: أنت عم تدعي إنك متدين، لكن بالحقيقة أنت عم تنال عقابك. الله
بجزيك على أعمالك لهذا السبب أصابتك هذه المصائب. ثم في الأصحاح الثامن ابتدأ الصديق التهنة يتكلم ويقول نفس الكلمات تقريبا. قال إذ أخطأ إليك بنوك نعلم بأن ذلك نتيجة معصيتهم. وابتدأ الزميل الثالث الصديق الثالث ونفس الشيء، زاد الطين بلة في الأصحاح الحادي عشر من سفر أيوب. قال الله بيعرف، الله بيعرف أناس السوء ويبصر الإثم، الله عنده كل شيء مكشوف. هذه الكلمات التي قالها له الأصدقاء جلبت له العذاب والمرض أكثر وأكثر، جلبت له الآلام، لأنه إنسان عم بعيش حياة بر وحياة تقوى، الله شهد عنه إنه عم بعيش حياة استقامة، إنما أصدقائه قالوا أنت عم بتنال نتيجة ما زرعته، أنت زرعت الشر فعم تحصد هالأمراض التي أصابتك. لاحظوا كلمات أيوب التي فيها أجاب هؤلاء الزملاء. يقول أيوب هنا أنتم ملفقو كذب، أنتم كذابين، أنا بمشي باستقامة مع الله والله بيسمح أن أجرب بهذه كلها لكنني سأبقى أمينا له. ثم أيضا قال أيوب في مكان آخر في سفر أيوب، قال معزون متعبون كلكم، كلكم بتعزبوا عم تتعبوني، يا ليتكم ما جيتوا، فكرت تعزوني لكن عم تزيدوا المشاكل علي والتعب والعذاب. ثم أيضا قال أيوب إذ أجابهم على هذه الكلمات حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام، هذه عشر مرات أخزيتموني. لاحظوا كيف كان يعاتبهم على جملهم على كلامهم الذي فكروا بأنهم كانوا يعزونه لكن كانوا يتعبونه أكثر فأكثر. ثم أيوب قال هذه الكلمات إذا جربني أخرج كالذهب. ما أجمل هالجمل، إنه حتى هالمصائب التي أصابت قال أنا بخرج مثل الذهب، الذهب يلي بنحط بالنار بيصير ذهب صافي. وهكذا أيوب يقول في كل هذا أيوب لم يخطئ إلى الله. صحيح أيها الأعزاء منلاحظ أنه أيوب قال يا ريت اليوم المولد فيه، لكن بكل الأمر هذا كله أيوب لم يخطئ إلى الله. ثم قال أيضا لاحظوا إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. أيوب مع كل مصائبه بقي أمينا للرب، قال شفتاي ما لم تلفظ بغش. إذا كنت أيها المستمع عندك مصيبة، مرض، ضعف، حالة ماديات، أو مهما كانت مشكلتك مش قد مشكلة أيوب، إذا كان وضعك وحالتك بتسلم حياتك للرب وتلقي كل همك عليه، أنت بتنال البركة. بعد ذلك الله تكلم مع أيوب وقال أخبر أصدقائك المنافعين لم يمثلوني كما يجب. أيها الأعزاء
في سفر أيوب نجد بأن نهايته كانت أعظم وأجمل من بدايته. أيوب بقي أمينا للرب. إبليس الشيطان هو الذي يجلب علينا التجارب، إنما الله يغيرها للخير وللبركة. عسانا أن نسلم حياتنا له تعالى لكي ننال البركة في كل حين، ونكون مستعدين للذهاب معه إلى الأبدية. نأمل أن نسمع منكم إذ تكاتبون، وليكن الرب معكم. سيمشي فوق الماء، وهل تعلمين أن ابنك الحبيب يخلص الخطاة؟ أو تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء؟ أن ابنك الولي يمنحنا الحياة. مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت www.al-wad.tv www.al-waad.tv. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.